إذن منخفض جوي جديد يوم الأحد مصنف بأنه من الدرجة الثالثة، يأتي في مقدمة أسبوع قطبي بانتظار المملكة، ربما يكون الأبرد منذ سنوات طويلة، وقد يكون له تأثيرات مباشرة على القطاع الزراعي. التفاصيل ستكون في هذه النشرة الجوية الخاصة بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن بسبب استمرار تدفق الرياح قطبية قادمة من سيبيريا نحو المنطقة عبورا بالأراضي السورية، يتوقع أن يتشكل منخفض جوي مساء يوم السبت، يعتبر جديد ومختلف عن المنخفض الجوي المؤثر حاليا، ويتمركز إلى الشمال الشرقي من الأراضي السورية. هذا المنخفض الجوي سيترافق مع جبهة هوائية باردة، يتوقع أن تبدأ بالتأثير على المملكة اعتبارا من ساعات فجر يوم الأحد. هذا التأثير سيكون على شكل اشتداد جديد للأمطار، بحيث تصبح الأمطار غزيرة في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى من المملكة منذ ساعات صباح يوم الأحد، وتنضج هذه الجبهة الهوائية الباردة التي يمكن ملاحظتها بهذا المسار بشكل تدريجي أثناء النهار. تبدأ هذه الجبهة بعد ذلك بالعبور التدريجي وعبور المملكة جنوبا، لتنتقل الهطولات من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية لتشمل أيضا المناطق الجنوبية من المملكة تدريجيا، ومع ساعات الليل تصبح هذه الجبهة تقريبا في مناطق شمال المملكة العربية السعودية مرورا في الأراضي العراقية، ويتمركز المنخفض الجوي الجديد المصنف بينه من الدرجة الثالثة أي متوسط إلى عالي الفعالية في المناطق الشمالية للأراضي العراقية. خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة رياح قطبية قادمة من سيبيريا توصف بأنها قارصة البرودة، ستهوي بدرجات الحرارة بشكل كبير وتؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة. تتراجع فرص هطول الأمطار بشكل لافت مع ساعات مساء يوم الأحد، أو فرص الهطولات أقصد في ساعات مساء يوم الأحد. هذه الخريطة تشير إلى كيفية توغل الهواء القطبي قارص البرودة تدريجيا نحو مناطق بلاد الشام والمملكة، فكما نلاحظ اعتبارا من ساعات الأحد بعد الظهر تدخل هذه الرياح القطبية إلى المملكة شيئا فشيئا وتندفع خلف الجبهة الباردة، بعد ذلك لتغطي كامل مناطق المملكة ومناطق واسعة من بلاد الشام، بل وتتمركز فوق مناطق المملكة، تؤدي إلى انخفاض حاد جدا في درجات الحرارة إلى مستويات دون الصفر المئوي حتى داخل أحياء العاصمة عمان مثلا أو المدن الرئيسية، ومن المتوقع على إثر ذلك حدوث موجات من الجليد والانجماد والصقيع في مناطق مختلفة من المملكة، خاصة ليلة الأحد على الاثنين وصباح يوم الاثنين. يوم الاثنين والثلاثاء أجواء سيبيرية بالرغم بأنها مشمسة، لكن درجات الحرارة حتى في ساعة النهار تكون في مستويات متدنية للغاية بمشيئة الله تعالى. لكن هناك بعض الفرص لتساقطات الثلجية في ظل هذا المنخفض الجوي وهذه الحالة الجوية، وتتمثل هذه الفرص أهمها في المناطق، مناطق البادية الشرقية والمناطق الجنوبية. ستحدث في البداية عن البادية الشرقية، إذ من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يتصادف الرياح أو يتصادف الهواء القطبي مع الهطولات في تلك المناطق، وبالتالي مناطق البادية الشرقية على موعد مع تساقطات ثلجية قد تكون متراكمة على فترات تشمل مناطق الحدود الأردنية العراقية، رويشد، الصفاوي، الطريق الصحراوي المؤدي إلى بغداد، إضافة إلى مناطق قرى دير الكهف، أم القطين، ومناطق المتاخمة لجبل العرب من البادية الشمالية الشرقية. هذه مناطق نادر عليها تساقط الثلوج، وبالتالي هذه المرة تعتبر حدث هام أن تتساقط عليها الثلوج يوم الأحد خلال ساعات النهار بشكل تدريجي، وذلك بسبب تصادف الهواء القطبي البارد مع هذه الهطولات. أيضا هناك هطولات مخلوطة بالثلوج أيضا متوقعة في باقي المناطق بسبب تدني متسارع متوقع في درجات الحرارة. بعد انتقال هذه الجبهة الباردة وهطولاتها تدريجيا نحو المناطق الجنوبية من المملكة مع ساعات العصر والمساء، يتوقع أن تتساقط الثلوج أيضا بشكل لافت على مرتفعات الشرع، تشمل مرتفعات الطفيلة، مرتفعات الشوبك، مرتفعات أيضا وادي موسى، مرتفعات معان، قرى النعمات، أيضا مرتفعات مبرك، حتى أنها تصل
جنوبا لتصل إلى مرتفعات وادي رم وتلك المرتفعات المتاخمة للحدود السعودية، كما نلاحظ أيضا مناطق البادية الجنوبية الشرقية على موعد مع فرص لتساقطات ثلجية نادرة في تلك المناطق، كما نلاحظ حتى أن الثلوج قد تصل إلى مناطق في شمال المملكة العربية السعودية وبعض حتى الأراضي العراقية. بالنسبة للمناطق الوسطى بما فيها العاصمة عمان فالفرصة ضعيفة لأن تشهد بعض الزخات الثلجية الخفيفة ليلة الأحد على الاثنين، ولكن الصفة والسمة الأبرز للأجواء ليلة الأحد على الاثنين هو تشكل موجات واسعة من الانجماد والجليد. السبب في ذلك هو بقايا الهطولات المطرية التي ستكون في ساعات النهار، وبعد تحرك هذه الجبهة يدخل الهواء البارد فيؤدي إلى أن تجعل الجميع ومعظم الطرقات الداخلية والخارجية في المملكة عرضة أن يتشكل عليها الجليد بشكل قد يشكل خطر كبير للمسير عليها في ساعات ليلة الأحد على الاثنين وصباح يوم الاثنين، وبالتالي كل الحذر واجب من هذه الموجة التي تعتبر قوية جدا للغاية. درجات الحرارة أيضا تنخفض بشكل لافت خلال ساعات ليلة الأحد على الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثاء وحتى في ساعات النهار. مثلا يوم الأحد على الاثنين درجات الحرارة تهبط في مناطق واسعة ومختلفة من المملكة إلى ما دون الصفر المئوي، هذه الألوان تنم على وجود درجات حرارة دون الصفر المئوي، تصل أيضا إلى داخل العاصمة عمان. العاصمة عمان قد تصل بها درجات الحرارة إلى درجتين أو ثلاث درجات مئوية تحت الصفر. مناطق أيضا قريبة من العاصمة عمان ربما مثلا منطقة مطار الملكة علياء الدولي قد تصل إلى أقل من ذلك 4 أو 5 درجات مئوية تحت الصفر. أيضا مرتفعات الشراء، معظم القرى والمناطق الموجودة في جبال جنوب المملكة تشمل مرتفعات الطفيلة والشوبك ومرتفعات حتى الكرك، إضافة إلى مرتفعات إمعان وقرى النعمات، مرتفعات رأس النقب، كل هذه المناطق درجات حرارة تكون بها أقل بكثير تحت الصفر، أي أنها تحت الصفر المئوي متوقع أن تكون، إضافة إلى المناطق الشرقية والبادية الشرقية من المملكة. إذن معظم مناطق المملكة درجات الحرارة بها تحت الصفر ليلة الأحد على الاثنين، وذلك يعتبر خطر حقيقي بسبب أنها تأتي مباشرة بعد هطولات مختلفة سواء كانت مطرية أو ثلجية، مما يؤدي إلى تشكل كبير للإنجماد والجليد على طرقات مختلفة من المملكة. نهار يوم الاثنين لا ترتفع كثيرا درجات الحرارة، مثلا في العاصمة عمان درجة الحرارة تكون في حد أقصى 5 درجات مئوية بالرغم من الأجواء المشمسة، حتى أن بعض مناطق جبال الشرق قد لا ترتفع بها درجات حرارة عن الصفر المئوي حتى في ساعات النهار، ولكن ليلة الاثنين على الثلاثاء تتراجع فرص حدوث الانجماد والجليد بسبب عدم وجود الأمطار أو الهطولات على الطرق، ولكن يتوقع أن تهبط درجات الحرارة إلى مستويات متدنية للغاية تكون أيضا مرة أخرى تحت الصفر المئوي، وقد تسجل قيما كبيرة تحت الصفر مثلا في المناطق الجنوبية من المملكة، تلك المناطق قد تكون بها درجات حرارة متدنية للغاية. لماذا هذا الأسبوع قطبي؟ بسبب أن هناك موجة قطبية أخرى مشابهة تماما ليوم الاثنين ستكون يوم الأربعاء والخميس، مرة أخرى تتأثر المملكة بذات النظام الجوي والحالة الجوية مرة أخرى. السبب في ذلك يعود إلى أن هناك مرتفع جوي متمركز إلى الشرق من المحيط الأطلسي وأواسط وغرب القارة الأوروبية. هذا النظام الجوي يؤدي إلى اندفاع رياح قطبية كما نلاحظ إلى المنطقة الشرقية والبحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، ولكن زاوية نزول هذا الرياح أو هذه الهواء القطبي باتجاه المنطقة يأتي في مسار يسمى قاري، بمعنى أنه جاف في أغلبه مع بعض الصفات الرطبة، وبالتالي السمات الأساسية للموجات القطبية التي توقع أن تؤثر المملكة خلال هذا الأسبوع هي سمات جافة، أي أنها درجات حرارة متدنية للغاية، أجواء تكون قارصة البرودة مع تشكل الانجماد والجليد والصقيع. فكما نلاحظ هذه الموجة القطبية الأولى والتي متوقع أن تؤثر على المنطقة يوم الاثنين أو الأحد على الاثنين، ومن ثم هذه هي الموجة الأولى. كما نلاحظ الآن هناك تجدد لبناء المرتفع الجوي من جديد، وهذا الأمر سيؤدي لاندفاع كتلة قطبية جديدة يوم الأربعاء على الخميس كما نلاحظ، فبالتالي هنا موجتين قطبيتين متوقعان هذا الأسبوع وسط درجات حارة متدنية للغاية ودون وأبرد بكثير من المعدات. في ذلك يعود بناء الذاكرة إلى عام 2008 في شهر 1 تحديدا حصل تقريبا ذات الأمر، وبالتالي قد يكون هذا الأسبوع الأبرد منذ عام 2008 وتوقعات هناك درجات حارة منخفضة للغاية. لكن أيضا المرتفع الجوي يعاود مرة أخرى البناء نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع القادم، وبالتالي نزول قطبي آخر جديد متوقع كما تلاحظون، هذا المرتفع يدخل من جديد ولكن هذه المرة
في زاوية مختلفة، وبالتالي قد تكون النتيجة أيضا مختلفة. هذه المرة النزول القطبي يأتي إلى المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، المسافة الزمنية ما زالت بعيدة للحديث عن ذلك، ولكن ما يمكن القول بشكل عام بأن هذه المرتفعات الجوية المسيطرة على غربي القارة الأوروبية تؤدي إلى وجود سلسلة من النزولات القطبية خلال الفترة القادمة باتجاه مناطق المملكة، التي نسأل الله أن يجعلها نزولات مطرية وتعوض ما هو ناقص من الموسم المطري. بشكل سريع سأتحدث الآن عن ما هو متوقع من ناحية يوم الأربعاء على الخميس، الموجة القطبية الثانية تقريبا ذات الأمر، أمطار متوقعة نهار يوم الأربعاء في مناطق المملكة، بعض الزخات الثلجية من جديد متوقعة في جنوب وشرق المملكة، تكرار تام لنفس الحالة المتوقعة يوم أو ليلة الأحد على الاثنين، وبعد ذلك كما تلاحظون هذا الهواء المشار إليه باللون الأزرق الداكن ينوم على هواء سيبيري شديد البرودة قطبي المنشأ، سيجتاح المنطقة من جديد كما نلاحظ بقيم متدنية جدا ليلة الأربعاء على الخميس، وبالتالي موجة من الجليد والانجماد على الطرقات مهددة مرة أخرى بالحدوث، بالإضافة إلى موجة كبيرة من الانجماد والجليد والصقيع تهدد المزروعات في مناطق واسعة من بلاد الشام بما فيها المملكة، بل وأن ذلك يؤدي إلى تقريبا تأثر معظم مناطق حتى شمال شبه الجزيرة العربية، وصول حتى العاصمة الرياض في وقت لاحق في المملكة العربية السعودية بذات الموجات القطبية خلال يوم الأربعاء والخميس المقبل، وبالتالي هذا الأسبوع سيكون أسبوع بارد للغاية، قطبي طبعا هذا الأسبوع يمكن قوله، ودرجات حارة متدنية بشكل لافت. هذا الأمر يجعلنا يعني نبث نوعا ما بعض من التنبيهات الهامة جدا خاصة فيما يخص القطاع الزراعي، ذلك القطاع الأكثر قد يكون تضررا لو ما أن نتكاتف جميعا لأن نساعد هذا القطاع، فالانتباه وكل الانتباه لدى الإخوة المزارعين من مخاطر جمة تهدد المزروعات في مناطق مختلفة من المملكة بما في ذلك الأغوار، موجات من الصقيع والانجماد والجليد متكررة على مدار هذا الأسبوع قد تصل مناطق الأغوار في أكثر من مرة، وبالتالي حتى مناطق الشفاغورية، مناطق الأغوار، مناطق السهول، مناطق البادية جميعها درجات حارة دون الصفر المئوي خلال هذا الأسبوع. أيضا ضرورة الحذر الشديد تحديدا ليلة الأحد على الاثنين وصباح يوم الاثنين وليلة الأربعاء على الخميس وصباح يوم الخميس من المسير على الطرقات بسبب أنها ستكون مبتلة نتيجة الهطولات التي تسبقها، والجليد سيكون سميكا بما يكفي لأن تصبح هذه الطرقات من الصعب جدا المسير عليها، كما ينصح بوضع موانع التجمد في داخل المركبات، أيضا ينصح بتغطية المواسير الخارجية ومراعاة دائما طبعا الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الظروف الجوية، كما ننصح الجميع بالاهتمام بالملابس الثقيلة خاصة لكبار السن والأطفال في ظل هذه الظروف الجوية. ما جعلنا أن نقول أو أن نخرج بهذه النشرة الخاصة هو تحديدا بأن الحالة الجوية السائدة هي حالة جوية تستدعي الانتباه وتستدعي التحضير لها، درجات حرارة متدنية يجب على الإخوة المزارعين الانتباه، ومن أهم ما جعلنا أن نخرج في نشرة خاصة هو أن نوضح بأن هذا الأسبوع أسبوع قطبي بارد جدا ولكن ليس مثلج في ذات الوقت، هناك ثلوج متوقعة في بعض المناطق لكن مثلا في العاصمة عمان الثلوج فرصتها ضعيفة، فبالتالي بشكل أساسي يجب التركيز على تدني درجات الحرارة بشكل عام ومخاطر الجليد والانجماد التي ستكون موجودة في أكثر من مناسبة في هذا الأسبوع. إذن هذه كان كل ما لدينا في آخر معلومات جوية هنا في طقس العرب في مركز طقس العرب بشأن هذا الأسبوع. دائما للجديد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الحالة الجوية أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.